للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل الأستاذ عادل درويش. أستاذ عادل أهلا بك، يعني كيف تصف لنا الوضع الحالي في العاصمة البريطانية بعد هذه الهجمات؟ يعني كما تعلمين يوم الأحد صباحا بيكون الشوارع هادئة أو الوضع هادئ، ما عاد يذهبون إلى أعمالهم. التقارير مثل ما تفضلتم وذكرتم أن البوليس تعامل معها على أنها حادث إرهابي. بوليس منطقة لندن، رئيس الوزراء ترأس اجتماع مجلس الوزراء لحالات الطوارئ بعد حوالي ساعة من الآن. حالة التوقع الإرهاب لا تزال سيفير، أي لا تزال حالة متوقعة وليست حالة حادة، كانت ارتفعت في حادة وفضت مرة أخرى. الملحوظ أن البوليس لم يفصح عن هوية مرتكب الحادث، يعني هم ثلاثة وقتلوا برصاص البوليس. هذا يعني عدم تفصح عن الهوية، يعني أن هناك تحقيق عما إذا كان هذا حادث منفصل أم أنه جزء من شبكة إرهابية. إذا أفصح البوليس مبكرا عن هوية الناس فنعرف أنه حادث منفصل، هذه المجموعة اعتمدته نفسه وعلى ما يبدو ذلك، أنه غير حادث مانشستر الذي كان قنبلة مركبة بشكل محترف وكان فيه تخطيط لفترة طويلة، ولا يزال التحقيق جاري ولا يزال البوليس يقبض على الناس. هذا سنعرف في وقت لاحق من نعم، يعني أستاذ عادل درويش كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل، شكرا جزيلا على هذه التطورات.